طبعاً راح أعطيكم أمثلة على النيرسينج بروسس، ابتداءً من الأسسمنت التقييم، انتهاءً بالإيفالويتينج أو التقييم النهائي أو التحصيلي. أول مثال بما يخص نقطة التقييم أو الأسسمنت، زي ما قلت لكم هي عبارة عن gathering subjective and objective data، أجمع المعلومات من المريض، بالإضافة أني أتأكد من هذه المعلومات confirming the data and communicating and documenting the data، أتأكد من هذه المعلومات اللي أنا جمعتها من المريض أو اللي أنا قمت بقياسها. ثانيا أقوم بمناقشتها مع healthcare providers وتسجيلها في medical record of patients. أول مثال بما يخص الassessment: a client who had application of a right arm cast complains of pain at the wrist when the arm is passively moved. What action should the nurse take first? خطوة رقم واحد، أركز على موضوع السؤال، أفهم السؤال زين. السؤال يسألني عن إيش؟ بالإضافة إني أحط خط تحت الاستراتيجيك وورد أو الكلمات المفتاحية. السؤال يقول إنه المريض هذا مركب جبيرة ويشتكي من إنه عنده ألم، هذه تعتبر subjective data، يعني المريض قال لي إنه عنده ألم فين؟ في منطقة الريست أو الرسغ. متى صار له الألم؟ لما حرك إيده بشكل عشوائي، passively moved. What action should the nurse take first؟ هل تقوم على طول بالevaluate the arm، elevate the arm، ترفع ايده، او to document the finding، انه بس تسجل اللي هي شافته، او تسجل المعلومات هذه، medication with additional dose of opioid، على طول تعطيه مسكن، او check for paresthesias and paralysis of the right arm. لو جينا نركز انه احنا عندنا complain of pain، انا قال البيشنت انه عنده pain، طيب لازم ادور على علامات ثانية عشان اتأكد، واقوم بعدها بعمل الاجراءات الثانية، اني اعمل planning، اعمل implementation، برضو ابلغ healthcare providers. لو قريت الاجوبة راح تلاقون ان النقطة الرابعة هي النقطة الصح، لاني لازم اشيك، لانه كاتب what should the nurse take first. first هذه تعتبر strategic word، يعني اول حاجة check for paresthesia and paralysis of the right arm، اتأكد ان الرايت arm هذه ما فيها اي شلل، يعني ما انشلت ولا فيها اي وخز. وبما انه الاسسمنت تعتبر اول خطوة اللي هي تقييم، اول خطوة في النيرسينج بروسس، لازم اكمل الاسسمنت تبعي على اكمل وجه. ولو قرينا الخطوات الثلاث هذه elevate the arm and document the finding and medication، نلاحظ انها كلها عبارة عن implementation، والimplementation يعتبر ثالث خطوة، فما اقدر اختار اي واحد منها على طول. هذا ما يخص اسئلة اللي تكون فيها شوية assessment. النقطة الثانية analysis او التحليل، زي ما قلت لكم التحليل يعتمد او يتطلب اني افهم استجابة الجسدية للمرض. The nurse review the arterial blood gases result of a client and notes the following: pH 7.45, PCO2 30 mmHg, and HCO3 22 mL equivalent per liter. The nurse analyzes this result as indicating which condition. لاحظوا السؤال فيه كلمة analyze، يعني تحليل، يعني خلاص ما يتطلب منك ان تقومين بassessment، لا خلاص حللي لي النتيجة هذه، اعطيني النتيجة هذه عبارة عن ايش؟ هل عبارة عن metabolic acidosis compensated او respiratory alkalosis compensated او metabolic alkalosis uncompensated او respiratory acidosis uncompensated. طبعا هذا يتطلب منكم برضو استرجاع لي الأسيد بيس بالانس، وسبق وتكلمت وقلت إنه من أهم المواضيع برضو الأسيد بيس بالانس، عشان تعرفون النورمال فاليو أو القيمة الطبيعية، عشان لما يكون في إليفيتد أو ديجريز للقيمة هذه تعرفون إنه في أبنورماليتي. طيب نقوم بتحليل المعطيات أو الداتا اللي موجودة عندي في السؤال. البي اتش النورمال طبعها للحموضة من 7،
5.35 إلى 7.45. أوكي، أقل من 35 أسيدوسس حمضي أو حمضي، وأكثر من 7.45 الكلوسس. البي سي او 2 اللي هو الضغط ثاني اكسيد الكربون من 35 الى 45. الاتش سي او 3 اللي بايكربونات من الى 26. طيب اوكي، طب نشوف ايش النورمال عندنا وايش الاب نورمال. النورمال عندنا البايكربونات لانها قيمتها 22، لكن البي اتش نلاحظ انها ارتفعت يعني من 7.45 وفوق نعتبرها الكلوسز. البي سي او 2 اقل من 35، بالتالي اذا كان عندنا البي اتش الحموضه مرتفعه والبي سي او 2 قليله يعتبر ريسبيراتوري الكلوسز. لكن اذا كانت البايكربونات هي اللي قليله والبي اتش المرتفعة يعتبر ميتابوليك الكلوسيس. فخيارنا الصح راح يكون ريسبيراتوري الكلوسيس كومبنسيتد. الخطوة اللي نقدر نميز فيها هل هذا السؤال تحليلي عن طريق انه بعض الأسئلة مكتوب فيها analyze this result، يعني انت حلل لي النتيجة واعطيني الجواب الصح. السؤال الخاص بالنقطة الثالثة البلانينج أو السؤال التخطيطي، كيف راح يكون؟ The nurse developing a plan of care for a client with cataract, understanding that which problem is the priority. لاحظوا في السؤال موجود عندنا عبارة developing a plan، لما تشوفون العبارة هذه تعرفون إن السؤال هذا planning، سؤال تخطيطي. طيب عنده كاتراكت، الكاتراكت اللي هي المويه البيضاء او يسمونها الساد. طبعا المويه البيضاء اللي تكون في العين وتخلي ان العين ما تصير تشوف او تسبب زي العتمه على العين. طيب حطينا خط تحت developing a plan، عرفنا ان السؤال هذا تخطيطي، هذا واحد. ثاني حاجه which problem is the priority، يعني المشاكل هذه كلها موجوده عند المريض لكن اي وحده منها تاخذ البرايورتي او الاولويه. واحنا قلنا لازم نركز على الاكتوال بروبلم بعدين البوتنشال بروبلم او المشاكل المحتمله. طيب هل الخيار الاول concern about loss of eyesight ام الخيار الثاني altered vision due to the obesity of the ocular lens, difficulty moving around because of the need for glasses، أو الخيار الرابع becoming lonely because of degrees community immersion؟ الخيار اللي مرة نحس إنه هو اللي ممكن نحطه في الأولوية هو عبارة عن رقم 2 altered vision due to the obesity of the ocular lens. ممكن الخيارات الباقية تأخذ تدريج من بعد هذه المشكلة، لكن هذه المشكلة هي الأهمية لأنه زي ما قلت لكم الكاتراكت تأثر على عدسة العين وتسبب لنا عتمة في النظر، فهو هذه المشكلة اللي نحطها في عين الاعتبار أو نعطيها الأولوية عن المشاكل الباقية. فلا تنسون تحطوا خط على developing plan البرايورتي لأنها تعتبر strategic word، لأنه يقول لك أعطيني الأولوية الأولوية، بعد كده رتبوا على كيفكم الباقي على حسب إذا nursing care nursing process أو الماسلو hierarchy of need للإجابة على هذا السؤال.